زين جميل. معنا الآن عبر الهاتف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام. سموك السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا أخي أحمد. الله يسلمك، نعتذر لك في البداية طال عمرك على الإزعاج. بالعكس بالعكس، أنا حاضر في أي وقت. الله يسلمك. طال عمرك، في بعض الاستفسارات وصلتنا بعد هذا القرار، عن يمكن التساؤل حول أبعاد الاجتماعية عن هذا القرار، بالإضافة كذلك عن فوائد هذا القرار. هل في دول كذلك سموك مطبقة هذا القرار اللي هو الإجازة 3 أيام في الأسبوع؟ فقلنا بنسولف وبنسأل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بحيث أنه يرد على هذه الاستفسارات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن بداية نشكركم على هذا التفاعل ونبارك للجميع هذه التجربة الجديدة الفريدة من نوعها في إمارة الشارقة. نحن طبعا إمارة الشارقة دائما مع توجه الدولة العام والقرارات التي تؤخذ فيها، ولكن نحن الكل يعرف أن الشارقة لها يعني خصوصية مختلفة، كونها الشارقة يعني صديقة للطفل، صديقة لكبار السن، مدينة صحية. إمارة الشارقة دائما تركز كذلك على المجتمع المتماسك عموما يعني، ولذلك نحن نرى اهتمام يعني صاحب السمو بالفرد وبالمجتمع وبالأسرة قبل أي شيء، وهذه ربما موجودة طبعا في كل الإمارات، لكن في إمارة الشارقة في لها خصوصية مختلفة. ولذلك الحمد لله صاحب السمو ارتأى أن نخوض هذه التجربة. طبعا هذه تجربة ربما ليست الأولى من نوعها، ولكن طبقت مثل ما ذكرت يعني في عدة دول مثل إسبانيا، ألمانيا، نيوزيلندا، أيسلند، كذلك في أعتقد في فنزويلا، اليابان، بعضهم بطريقة يعني على القطاع الخاص وبعضهم في القطاع الحكومي، وكذلك يعني تقليل عدد ساعات العمل عندنا في إمارة الشارقة. نحن إذا حسبنا عدد ساعات العمل قلت، لأن الجمعة 4.5 ساعات تقريبا راحت من عدد الساعات الأسبوعية. حسب الدراسات في هذه الدول يعني تقليل عدد ساعات العمل وزيادة الإجازة الأسبوعية تساعد في زيادة الإنتاجية للفرد. هناك راحة نفسية أكثر، هناك وقت أكثر يعني يكون مع العائلة للرحلات للسفر لكذا، وفي نفس الوقت الواحد يرجع للدوام هو نفسيته ممتازة فينتج أكثر. هذه التجربة التي تحب أن تخوضها يعني إمارة الشارقة، ومثل ما قلت تجربتها في عدة دول تساعد إمارة الشارقة على الخوض في هذه التجربة، ولذلك تعتبر يعني إمارة الشارقة ربما أول مدينة عربية تدخل هذه التجربة على مستوى العالم. نعم، ذكرت سموه كذلك عن هذا القرار أن كذلك في فوائد كثيرة حتى على إنتاجية العمل، صحيح؟ أكيد، يعني لهذا السبب يمكن نحن تأخرنا في اتخاذ القرار وما طلع القرار بسرعة، لكن تدري دائما نحاول من خلال بعض القرارات اللي هي نقدر نقول مصيرية أو تغير تغيير كبير في منظومة الإمارة، فنحن من خلال هذا القرار تم دراسته بصورة مستفيضة يعني، وهذه النتائج اللي يعني قرر صاحب السمو أن يمشي عليها، ونحن يعني نشكر على اهتمامه بروحانية يوم الجمعة وب يعني زيادة عدد الإجازة لراحة الفرد. هذه كلها تصب في مصلحة المجتمع إن شاء الله. نعم، طال عمرك في كان تركيز يعني نشوف نحن على الخبر وأثناء حديثك كذلك عن الاستقرار الأسري وكذلك الأبعاد الاجتماعية بشكل كبير إذا ما كنت مخطئ. صحيح، يعني مثل ما ذكرت تركيزنا على هذا البعد الاجتماعي ضروري في إمارة الشارقة. نحن الحمد لله نعيش في دولة فيها العديد من الأشياء التي تجذب الناس للإمارات، يعني كل إمارة لها ميزة ولها خصوصية ولها طريقة في التسويق لها، ونحن اخترنا هذا الجانب للتسويق إمارتنا. الحمد لله. دائما سموك أنا شاكر لك جزيل الشكر مرة أخرى، وأعتذر لك كذلك مرة أخرى على التواصل بشكل مفاجئ.
بالعكس، نحن يعني نشكركم على هذا التواصل، ونحن نقول إمارة الشارقة يعني ربما تعلمت من استفادت من الفترة الماضية السنة ونصف أو سنتين اللي فاتوا في ظل جائحة كورونا، ومن خلال هذه التجربة اكتشفنا أن هناك الكثير من الأشياء التي نستطيع الاعتماد عليها وتطويرها وتغييرها في لمصلحة الجميع، فهذا القرار الجديد يصب كذلك في هذه المصلحة. الحمد لله دائما. شكرا لك سموك. شكرا، شكرا لكم، حياك الله. شكرا لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام.